أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. بحلقتنا لليوم رح نتعلم كيف نقدر نحضر الرز بحليب بأسهل طريقة وبأروع طعم. تابعونا، وإذا في عندكم أي أسئلة ما تنسوا تحطولنا إياها بالكومنت، وإذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا دغري. بالبداية منجيب عود من العطر منغسله منيح، بقلب الركوة منحط كوب ونص من الماء ومننطرهم تا يغلو. لما يغلو مننطر عليهم دقيقتين، من بعدها منطفي تحتهم ونتركهم 5 دقايق على جنب. بحط الطنجرة على النار وبضيف نص كوب من الماء مع ربع كوب من الرز. بحرك المكونين منيح مع بعضهم، بنطر عليهم حتى يستووا ويبلشوا يغلو. من بعدها رح ضيف 3 أكواب من حليب السائل. لازم ضل حركهم. من بعدها لما يبلشوا يجمدوا شوي ويغلوا رح ضيف نص كوب من السكر مع رشة مسكي، ملعقة صغيرة من مية الورد وملعقة صغيرة من مية الزهر. برجع بخلط المكونات شوي مع بعضهم، من بعدها بطفي تحتهم ويصيروا جاهزين. بحطهم بقلب أكواب بطفي النار عليهم، ومن بعدها بسكبهم بقلب كبيات لتقديم. بحطهم بقلب البراد. هيدا الديسير بيتقدم بارد، فيكن تزينوه بالطريقة اللي بتكون إياها، فيكن ترشوا فستق حلبي فوقه، وفيكن تقدموه مثل ما هو. بتمنى ينال أعجابكن هالديسير، سهل كتير وطيب كتير.